طيب نتكلم برضو في امر اخر، يعني وامر كده يعني منتشر قوي وامر مهم لكل اسره مصريه، هي الفراخ بطلت تبيض؟ انتوا عارفين ان الفراخ كده في نوع منها بيبيض كل يوم وفي نوع بيبيض كل يومين، انتوا عارفين ان الفراخ بتبيض من بعد 120 يوم او 130 يوم، يعني مش عارفين ايه المفاجاه في موضوع البيض دوت يعني، وايه سبب الغلو الغير مبرر. طب خدوا بقى المفاجاه، انتوا عارفين ان البيض بيتباع بالكيلو مش زي ما كلنا عارفين انه بالطبق، يعني التجار بتشتري طبق البيض بالكيلو، يعني في كده في طبق البيض 5 اوزان او 6 اوزان او 7 اوزان، يعني النهارده طبق البيض بيتباع بالميزان للتجار اللي بيشتروه من المزارع، وطبعا في طبق بيض وزنه صغير عشان ده بيكون بيض البشاير، وفي طبق بيض بيكون وزنه كبير ده البيض الطبيعي. يعني بالنهارده بالنسبه لبيض المائده ليه كده حسبه معينه وليه امر لازم كلنا نبقى عارفينه مع بعض كده، فنجهز ورقه وقلم عشان الموضوع موضوع حسابي شويه. طبيعي ان طبق البيض اللي موجود سعره 165 جنيه عند التجار عشان يوصل للشخص الطبيعي في حدود ال 190 جنيه ده المفترض بيكون وزنه 2 كيلو و100 جرام. طيب بالنسبه لبيض البشاير، بيض البشاير بيكون وزنه كيلو و300 جرام. ده بقى السعر اللي بيكون مناسب وبيوصل للتجار بيشتروه سعر طبق البيض في حدود ال 150 جنيه. حد هيقول لي طب ما انت بتقول من شويه ان سعر البيض بيوصل للناس ب 190 جنيه بيوصل للتاجر في الموضوع للموضوع ده، فاحنا النهارده عشان نفهم ان هناك موازين مختلفه في البيض، والموازين دي التجار فاهمينها كويس قوي، وعشان كده يعني الموضوع عايز المواطن نوع من الوعي عشان يكون فاهم وما بيشتري البيض ان البيض بالميزان محسوب على التجار. وطبعا عشان نعرف اكتر معنا رئيس شعبة البيض الأستاذ أحمد نبيل. مساء الخير يا أستاذ أحمد. خير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب والأمة الإسلامية طيبة. اللهم أمين يا رب العالمين. النهاردة بنتكلم عن أزمة البيض وأسعار البيض المبالغ فيها، وعن أحالة 21 من تجار البيض بسبب احتكارهم أو بسبب اتفاقهم على ارتفاع سعر البيض. تمام. فإحنا برضو عايزين نعرف الخبر ده ونتأكد من صحته يعني. هو اول حاجه هو مش تجار، يعني هو البيان بيقول منتجين مش تجار مبدئيا. تمام. ولكن لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه جات لنا رسمي يعني. بس احنا كفريق عمل برنامج لما كلمنا المنتجين اللي هم كده بالبلد اصحاب المزارع، قال احنا ما عندناش مشكله، احنا اصلا بيتاخد مننا البيض وما ينفعش نخزنه، لان لو خزناه اكتر من يومين احنا بالنسبه لنا هناكله. هو اللي بياخد وبيعمل المشكله دي التجار الكبار اللي بيشتروا مننا البيض. والله يا فندم احنا مش عايزين نرمي اتهامات جزافيه على احنا بنقول هناك البعض وليس الكل يعني. ولكن هو البيض سلعه غير قابله للتخزين، فاحد اركان الاحتكار غير موجود. تمام. اذا كان عندي او عند التاجر يعني، بس عشان ما يعني احنا لازم نتكلم بمنتهى الحياديه. تمام. ما هو انا ما عرفتش اخزنه يبقى التاجر مش عارف يخزنه، فبس عشان ايه الكلام يبقى واضح. ولكن احنا دلوقتي بنتكلم ان اي اتفاق او اي تلاعب في الاسعار، ما انا ما اقدرش افرض سعر على 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 سلعه غير قابله للتخزين. طيب. البيض لما كان بينزل اسعاره وكان بيتكلف 135 جنيه في المزرعه وكان بيتباع ب 70 جنيه، ما كانت الناس اتفقت الاولى بالاولى يعني. ولكن البيض سلعه غير قابله للتخزين وخضع للعرض والطلب. طيب. ايه سبب ارتفاعه حاليا؟ ارتفاع عوامل كثيره جدا، وانا ازمه الاعلاف اللي مرينا بيها قبل كده. ما هو يا لو تسمح لي يا استاذ احمد، ما فيش دلوقتي ازمه اعلاف، انا بقول لحضرتك نزلنا وسالنا اصحاب أيوة المزارع. تمام، انا ما قلتش لحضرتك ان في حاليا ازمه اعلاف، قلت لك بقول لحضرتك ازمه الاعلاف اللي مرينا بيها ادت الى تناقص اعداد القطعان المنتجه، وادت الى عدم تجديد القطعان الحاليه، فاحنا عندنا 90% من القطعان اللي بتنتج في مصر القطعان لازم تتجدد. الكفاءة بتاعة الانتاجات بتاعتها بدأت تقل نظرا لعمرها. ده واحد. اتنين، الموجة الحارة اللي احنا مرينا بيها دي بتأثر على انتاجات الفراخ في العنابر المغلقة او في العنابر المفتوحة، بتأدي الى النفوق على طول مباشر. طب في سؤال هنا معلش لو تسمعنا يا احمد، احنا كده اتفاجئنا بيه كفريق عمل برنامج لما بنتكلم في موضوع بنحاول نطرح لو هناك مشكلة ونوجد ليها حلول ونعرف ايه سببها. اكتشفنا كده فجأة ان البيض ده بيتباع بسعر بالكيلو، الطبق بيتوزن بالكيلو، وفي حاجه اسمها بيض بشاير، في ميزان 2300 2100 كيلو 2100 يا ربي 2 كيلو و100 جرام، وفي طبق بيض 1300 جرام، فهناك اسعار متضاربه ومتغيره في البيض. احنا النهارده كمستهلكين ما نعرفش الكلام ده.
تمام، اقول لحضرتك هو فعلا البيض بيتباع بالكيلو. تمام الكرتونه اللي هي ال 2 كيلو اللي هي بتعتبر من كيلو 850، دي اللي هي السعر اللي هو العادي بتاعها. يعني مثلا لو قلنا ان حاليا دلوقتي 180 جنيه للمستهلك، دي سعر الطبق اللي هو ال 2 كيلو يعتبر. 2 كيلو اقل 100 من تقريبا. 2 كيلو، من كيلو 850 ل 2 كيلو ده اللي هي ب 180 جنيه. تمام اقل من كده، اقل من كيلو 850، اقل من كيلو 850 دي بتنزل حوالي على حسب برضو العرض والطلب، يعني ممكن تنزل في حدود جنيه، جنيه ونص، ساعات بتكتر ساعات بتقل في الحدود دي كده. لا لا، احنا وحضرتك عرفناه كل ان كل 50 100 جرام جرام بتقل عن الوزن الطبيعي بيكون مقابلها من اصحاب المزارع لما بياخدوها التجار بتقل 2 جنيه في كل 100 جرام بتقل عن ال 2 يعني كيلو. لا نقول مثلا كل 50 جرام اقل بجنيه تقريبا. تمام. يعني طب انا لغايه النهارده كمستهلك بتنزل بقى اعرف اللي هو اميز البشائر الموضوع ده خالص ازاي؟ اللي هي بتبقى بتبتدي من كيلو 400 تقريبا. انا النهارده كمستهلك اعرف اميز الموضوع ده ازاي؟ ما هو انت مش هتوزن البيض، بس غالبا المغلف بيبقى مكتوب عليه الوزن. تمام. بالنسبه للبيض السايب بيبقى باين الحجم، باين يعني دي بيضه صغيره ودي بيضه كبيره، تبقى باينه بالعين حتى المجرده يعني. طب لو تسمح لي عشان لما نطرح موضوع نحاول نوجد مقترحات او حلول، انت شايف حضرتك من وجهة نظرك والخبرة العلمية والعملية نقدر نعالج الموضوع ده ازاي؟ التزايد في نعالج اسعار البيض. نعالج الموضوع ده ازاي؟ احنا تمام. في حاجتين، اول حاجه تجديد القطعان ماشي في الطريق مع استقرار المناخ المناسب ليه. استقرار المناخ ده اقتصاديا، يعني ما يبقاش في ازمه علف تاني، ما يبقاش في ازمه كتكوت، ما يبقاش في ازمه. مع الاستمراريه في الاستقرار هتلاقي ان كميات البيض المطروحه في السوق بتزيد، وبالتالي اسعارها بتقل. طيب احنا كنا طلبنا كاتحاد منتجين دواجن، كنا طلبنا حاجه اسمها معادله سعريه. البيض في العالم كله ما فيش التفاوتات اللي بيحصل دي، مش متروك للعرض والطلب، ولكن في معادله سعريه بتقوم بيها بعض الجهات والمختصين من المنتجين مع الجهات المعنيه، بيقعدوا يحددوا سعر طبق البيض بحيث ان هو يبقى يضمن هامش ربح مستقر للمنتج، وبرضه ما يحصلش اي تفاوت في الاسعار نظرا لشحيه او حاجه. نتمنى ذلك ان شاء الله مولا عز وجل. استاذ احمد وشرفنا بمداخلتك معانا وشكرا جدا ليك. الله يخليك يا فندم، كل سنه وحضرتك شكرا طيب. جدا ليك، وانت طيب يا فندم. تروح برضو